اليوم غادي نتكلموا على احتكاك او لا تاكل غضروف، وغادي نركزوا غير باش نقولوا للمستمعين الكرام على الجانب الغذائي او الشق الغذائي دائما معك. ولكن في الاصل استاذ الحليمي، غير بشرح قريب وبسيط للمستمعين الكرام، هذا المشكل الصحي هو عباره عن اشنو؟ نعم، هو اكيد وحنا في الاستمرار ديالنا في اكتشاف هذه القاره ديال الجسم ديالنا، وصلنا للعظم وهضرنا على المكونات ديال العظم وهضرنا على العناصر اللي التي تكون العظم. اكيد اليوم غادي نهضروا على لاكتوز او الاحتكاك الغضروفي او التاكل الغضروف. هما المصطلحين صحيحين، غنشوفوا علاش. لان بعض المرات كيكون مشكل في الغضروف، وبعض المرات كيكون مشكل في العظمه اللي كتكون تحت الغضروف. لان داكشي علاش الاحتكاك الغضروفي ولا التاكل الغضروف هو مصطلحين صحيحين. قلت انايا هادشي كامل دائما، وكنقولها وكنكرر انني اتحدث عن الشق الغذائي. قلت دائما ان الجسم ديالنا ماشي ضروري حتى يتم القبول ديالك في واحد الكليه عاد تولي تعرف الجسم ديالك، لان الجسم ديالك هو واحد المسكن كتسكن فيه، هو كيسكن فيك وانت كتسكن فيه، وبالتالي لابد انك تعرف عليه اشياء عديده. وحنا دائما نستهدف الوقايه والعلاج. اكيد لما نتحدث عن المرض بصفه عامه، لا وجود لمرض بدون سبب، ولا تاتي الصحه بدون ازاله هذا السبب. باش الناس يعرفوا، الوغ اليوم كنهضروا على لاكتوز، الوغ الناس غادي يشوفوا لا الوقايه ولا العلاج. هاد لاكتوز ولا هاد المرض هذا هو واحد المرض اللي كيحد من النشاط ديال الفرد، من الحركيه ديالو، كنخسروا طاقه ديال المجتمع بسبب هاد الناس اللي كيولي عندهم هاد المشكل هذا. من اكبر المشاكل انتشارا فيما يخص العظام في العالم، الالم ديالو هي الم حاده، وخاصه عند الاستيقاظ في الصباح الباكر. هاد الشيء كامل غادي نشوفوا الحكايات ديالو. المراه هي اكثر مصابه بهاد، ما كنقولوش الراجل ما عندوش، ولكن المراه هي اكثر. علاش؟ نظرا للجانب الهرموني ديالها اللي تم بين قوسين البعثره ديالو. علاش؟ لان المراه عندها تستوستيرون ماشي غير الرجل، والتستوستيرون عند المراه هو اونتي انفلاماتوار، وبالتالي ما كيكثر الاستروجين، ما كيكثروا هاد الهرمونات، ما كيكثروا هاد الاشياء، كتولي عندنا مشاكل. كتظهر كذلك عند الناس اللي عندهم اللي كنسميو حنا لي جومب اون اكس، الناس اللي عندهم الرجلين ديالو دايرهم بحال اكس. وكاينين الناس اللي عندهم لي جومب اللي كنسميو حنايا اركي، اللي كيكونوا مقوسين. هادو هما الناس، كذلك الرياضيين اللي كيكونوا كيمارسوا الرياضه بشكل احترافي، ومن بعد كتكون توقف تام. ماشي كنقول انايا الرياضه ما تكونش، الوغ مي كيكون احتراف خاصنا نقصوا شويه بشويه، يعني بحال 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 لاباس. لاباس كيكون السياره هذاك الفران اللي كيكون، كذلك خصنا الهدف ديالو هو ان الانسان ينقص شويه بشويه. ملي تكون انت كمحترف رياضي ما غاديش انت تجي وتوقف يعني بواحد الشكل مفاجئ، هنا كيكون صدمه للجسم ديالنا. وقلت انا الرياضيين ولا المراه ولا هذوما هما اللي كيكونوا اكثر عرضه لهذا المشاكل هذه. المشكل تاكل ديال الغضروف هي مساله بسيطه جدا باش الناس يعرفوها. باش نحسموا من الاول الملخص ديال الحلقه، هو ان لاكتوز هو واحد الكارونس اليمونتير، هو واحد عدم وصول العناصر الغذائيه او لعدم وجود اصلا العناصر الغذائيه باش تهد الدم هذا. وغادي نشوفوا اسباب عديده، منها الجوده ديال الدم، منها الحموضه ديال الدم، منها اشياء كثيره اللي غادي نربطوها بالتغذيه اليوم. بشكل بسيط الغضروف، شوف الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عطانا الجسم ديالنا هو رحمه. وقلت انا الجسم هو كله رحمه. علاش كنقول انايا الناس يحاولوا يشوفوا الجسم ديالهم؟ لان ملي كتولي تشوف الجسم ديالك، اولا كتكون فائده متعدده، كتعرف الجسم ديالك، لانك انت كتمشي بواحد الجسم ما عارف عليه والو، خاصو تكون كتعرف عليه اشياء عديده. زائد ان كيزيد الايمان ديالك بالله سبحانه وتعالى، لان الجسم هو خلق ديال الله سبحانه وتعالى، كيزيد ايمانك كيقوى. شوف الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى في الرجلين ديالنا، في المفاصل ديالنا، الله سبحانه وتعالى عطانا عظمه مع عظمه. على ذاك العظم مع ذاك العظم باش ما يكونش احتكاك، اعطانا في الطرف ديال العظم الاول وفي الطرف ديال العظم الثاني اعطانا غضروف. هذاك الغضروف كيكون الشكل ديالو هو شكل مرن، يعني يتحرك بواحد المرونه عاليه جدا. بين هذاك الغضروف كاين واحد السائل كيسمى لو ليكيد سينوفيال او لا سينوفي. الوغ هذا لو ليكيد سينوفيال داير بحال ايش؟ داير بحال البيض ديال البيض، مي كيكون مازال خضر. الوغ البيض ديال البيض ملي كيكون مازال خضر كيكون لزيج، كيكون مالين مرين. هذا هو ذاك السائل اللي كاين عندنا في المفاصل. علاش؟ بحال في السياره، في المحرك،
البيستونات كاينه الناس كيزيدوا الزيت وكيبدلوه مره مره. شوف دائما كتمشي واحد المده خاصك دوزها ولا واحد الكيلومتراج اللي خاصك دوزو تبدل داك الزيت. الوغ الجسم ديالنا بلا ما تحتاج تبدل كتعطيه غير العناصر اللي جي بدا كيحتاجو. الوغ حنا بين هاد المفاصل كاين هاد ليكيد سينوفيال اولا لا سينوفي هي اللي كتسمح بالحركه المرنه ديال الجسم ديالنا ديال الحركه ديالنا. الوغ باش يبان عندك لاكتوز وهذه هي بشرى للناس راه كيتراكموا اخطاء عديده جدا. لاكتوز ما كيبانش بين عشية وضحاها وبين اسبوع ولا سنه ولا شهر ولا سنه تكون تراكمات. وبالتالي الناس كاين اللي دابا بصدد انهم يكونوا هاد لاكتوز. هاد المعلومات اللي غنهضروا عليها هي معلومات غذائيه ولاكتوز انا كنقول بواحد النسبه كبيره ديالو هي غذائيه لا انه كيكون امراض المناعه الذاتيه ولا لا 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 لاسيدوز في الجسم ديالنا ولا بعض الاشياء اللي غادي نشوفوها. هي الشق الغذائي كيبقى مهم جدا. وبالتالي هاد الرحمه اللي عندنا في الجسم ديالنا نحترموها نحترموا البيولوجيا نحترموا الفيزيولوجيا نحترموا التوازن في الجسم ديالنا. اكيد اكيد ما غاديش يكون عندنا المشاكل وغنعيشوا الحياه ديالنا بواحد الجوده اللي هي جوده جيده وما غاديش نخسروا الحركه ديالنا وحتى المجتمع ديالنا ما غاديش يخسر هذيك الطاقه اللي حنا محتاجين فيها. نعم كان جا سؤال يعني من الحلقه الماضيه وكنا وعدنا واحد المستمعه انه غادي نجاوبوا على سؤال ديالها في هذه الحلقه هذه فهي كانت سولات بالنسبه للناس اللي يعني كيتعرضوا للكسر مثلا وكيتشافوا وكيعاودوا مثلا يتعرضوا للكسر ثاني في نفس المنطقه فكتسول على يعني على إلان واش كينفعهم كذلك في هذه الحاله او لا. يعني كتسول هي بالخصوص على الناس اللي كيقدروا يتهرسوا في بلاصه واحده زوج ولا ثلاثه ديال المرات. نعم هو العظم كيقول بواحد العمليه كتسمى الغوميدلاج يعني كيعاود يحيد ذاك العظم. حنا في الجسم ديالنا العظم ديالنا كيفاش باش الناس يفهموا المساله ديال الكسر لا قدر الله الانسان وكان عنده واحد الكسر. حنا عندنا في الجسم ديالنا خلايا كتسمى لي زوستيوبلاست هما اللي كيبنيو ولي زوستيوكلاست هما اللي كيهدموا. ولكن ملي نسمعوا الهدم ماشي شي حاجه اللي هي خايبه. علاش؟ لان ملي كيوقع الانسان كسر هذيك المنطقه اللي كيتم الكسر فيها خاصها تحيد هذاك العظم. هذاك العظم خاصو يتحيد. شنو كدير الجسم ديالنا؟ هي واحد الاشياء رائعه جدا كيجيو لي زوستيوكلاست. لي زوستيوكلاست هما اللي كيجيو كيحفروا ذاك البلاصه اللي هي مشقوقه ولا هي اللي هي مهرسه. علاش؟ باش يجيو لي زوستيوبلاست كيتحطوا هو الجسم ذاك هاد لي زوستيوكلاست كيديروا بحال واحد التونيل بحال واحد الغار في ذاك المنطقه. هادشي بسرعه كيتم. كيجيو لي زوستيوبلاست كيتحطوا في ذاك المنطقه هادي حدا هادي خليه حدا خليه. وعندنا واحد الخلايا ديال الكولاجين وعندنا الفيتامين سي داكشي اش كنقول انايا والزنك والنحاس. الوغ الناس انا كنت هدرت على الزنك راه الجسم ديالك ما كيتمش هاد العمليه الا ما كانش الزنك. الوغ كلشي كيهضر على الكالسيوم الا ما كانش الزنك هو اللي كيخلي لنا هذوك لي فيبر ديال الكولاجين يتكونوا. شنو هما لي فيبر ديال الكولاجين؟ هو الخيط كيتحطوا الخلايا ديال الزوستيوكلاست وخاص شي حاجه اللي تخيطهم. انت عندك واحد التوب عندك جوج طروفه ديال التوب ولكن خصك باش تخيط هذوك جوج طروفه ديال التوب واخا الوغ كانت خياطه عاديه ولا خياطه بالرنده ولا خياطه المهم انها غتكون خياطه. هاد الخياطه هذه الجسم ديالنا شنو كيدير؟ الخلايا كتحطوا لي زوستيوبلاست كيجيب الجسم لي فيبر ديال الكولاجين وكيخيط هذيك البلاصه. الوغ هاد الشيء هذايا كيتم بواحد العمليه رائعه جدا. ولكن انت الا ما حيدتيش الاسباب اللي عطاوك ضعف العظم غادي تكون هذيك البلاصه لانك هذيك البلاصه كتكون يلا تكونات معناتها انها كتكون حلقه اضعف في العظم. علاش هي كتعاود نفسها تتكسر؟ لان هي كتكون الحلقه الاضعف اللي يلا تكونات. وبالتالي انت شنو اللي ما درتيش؟ انك ما حيدتيش الاسباب اللي ادات لضعف هذا العظم. ماشي العظم تهرس في هذيك المنطقه بالضبط. الوغ الا هو من الاغذيه اللي فيها كالسيوم بيو ديسبونيبل اللي فيها النحاس اللي كيحتاج الجسم باش انه يبني الكالسيوم العظم عفوا اللي فيها فوسفور اللي فيها مانيزيوم وهذا هو فيها بورون اللي هضرنا عليه. هذا هو فريق العمل ديال بناء العظم. وضيق الناس هذه شحال في قديم الزمان كيقول شي واحد اذا تكسر ياخذ إلان. وقلت انا إلان ماهيش كديروه كنديروه مع الشيشه الشيشه هي الشعير زائد ماء زائد زيت الزيتون فقط. سي عفاف مرحبا بك حنان. صباح الخير اختي كيدايرين بخير؟ الحمد لله مرحبا. صباح الخير الدكتور الحليمي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
سمعت لك دكتور، انا عندي مشكل ديال الخط خوف وكنحس بعضاني كيضروني بزاف، وخا ندير على اقل مجهود كنديرو كنحس بعضاني كيضروني وما كناخذ لا دواء لا والو نهائيا. نعم. شحال في العمر ديالك حنان؟ انا 32 سنه. 32 سنه دابا؟ نعم دابا شخصت المشكل ديال الخط خوف ولا مازال؟ وي شخصتو دكتور. اها، وشنو شنو شنو قال لك الطبيب؟ هي غير ما نحاولش ندير شي مجهود كبير وصافي هادشي اللي قال لي بالضبط. فين عندك على مستوى شنو عندك هاد الضغط خوز؟ عندي في يديا في المفصل ديال يديا. داكوغ، كتصلي بطريقة مزيانة ما كاينش مشكل؟ ملي كنجي نسجد ملي كنجي نوض من السجود كيضروني يديا، ما كنقدرش نحط يديا على الأرض باش نوقف. داكوغ، واخا نجاوب ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك حنان، تواصلتي معنا من سلا، شكرا لك. تفضل استاذ حليمي. نعم، هو انا كنقول الجوده ديال داك العظام اللي غادي نعيشوا بهم من بعد سن الامل تتعلق بداك الشيء اللي دوزناه في الطفوله ديالنا، وداك الشيء اللي دوزناه في الشباب ديالنا، وداك الشيء اللي دوزناه فيما يخص نمط العيش بصفه عامه، ماشي غير التغذيه، نمط العيش كامل. وبالتالي باش انت كتقلب على واحد الجوده ديالك في الكبر يجب ان تشتغل عنها عليها في الصغر. وبالتالي في الصغر ديالك انت، ملي كنقول الصغر كنقول في الطفوله وكنقول في الشباب وكنقول في في في, في حنا الجسم ديالنا هو يتجدد، غير هو الجسم ديالنا يبدا بضعف يصل الى قوه ثم يعود الى ضعف. والخلايا ديالنا حنايا كيكون الفتره ديال الطفوله فيها يعني البناء اكثر من الهدم، في الفتره ديال الشباب كيكون الهدم والبناء متساويين. داكشي اللي كي 125 مليون خليه اللي كتموت في الثانيه، 125 مليون خليه اللي كتموت في الثانيه كتعوضها 125 مليون خليه اللي كتبنى في الثانيه. ملي كنفوتوا سن الامل كيبدا شي شويه شي شويه الهدم اكثر من البناء، وبالتالي الا قدروا يكون مشاكل امراض المناعه اللي ما يسمى بتحفظ غدي الشحه المناعة الدافية، بعض المشاكل اللي كتعلق يقدر يتم الهدم ديال هاد العظم هذا ويتكون مشكل. غير هو قبل ما نقول الأخت لبعض الحلول، هو نعرفوا شنو المشكل. هو العظم ديالنا قلت احنا كيكون مغطي بالكارتيلاج بالغضروف، داكشي اش كنقولوا الاحتكاك الغضروفي او لا تآكل الغضروف، ولكن كاين مصطلح اخر هو اللي هو دقيق جدا، هو تاكل هذيك العظمه اللي تحت الغضروف. علاش؟ لان حنا قلنا حنا بين العظم والعظم اللي كيتسمى المفصل كاين واحد لو ليكيد كيتسمى لو ليكيد سينوفيال. هذاك الغضروف حد ذاته، وهذه هي بيت القصيد، هو الغضروف حد ذاته غير مزود بدوره دمويه. الغضروف ما عندوش ما وصلش الدوره الدمويه، غير مزود بدوره دمويه، وهي خلايا كتجي حاجيات ديالها من لا سينوفي، من هاد لو ليكيد سينوفيال. وهذا الشيء اللي بغيت انا المستمعين يفهموه، ان انت عندك المفصل ديالك وعندك العظمه. شنو هو المفصل؟ هو التقاء العظمه بالعظمه بواحد السائل بواحد الماده غضروفيه. باش نتعرفوا الماده الغضروفيه بحال الودن ديالنا، شبه الودن كتحركها في ليكسيلي كتكون مرنه، هذيك ماده غضروفيه هي الماده اللي مكونه منها الغضروف. الوغ حنا في المفصل ديالك الغضروف ما وصلهاش دوره دمويه، اذا الخلايا ملي كتجدد خاصها يوصلها دوره دمويه، من الغضروف ما عندوش دوره. هذا ماشي خطا في الفيزيولوجيا ديالنا بقدر ما هو نعمه، ما وصلهاش دوره دمويه، مي هو خصو الحاجيات ديالو لانه كيخرج السموم، وخاصو لان هي الغضروف هو خلايا باش ما يتاكلش خاصو يتم الاستمرار الحياه ديالو. هذا الشيء اش كيتم، وهذا هو الجميل، كيتم بالعناصر الغذائيه اللي كاينه في لاسينوفي، اللي كاينه في لوليتيك سينوفيال، اللي كاينه في ذاك السائل اللي كاين في المفاصل. اذا باش يوصلوا لنا الحاجيات شنو خاصنا نديروا؟ هذه اول قاعده هي الحركه. والله العظيم الى الحاجيات ديال الغضروف فوقاش كتوصل، وخاصه في الركبتين، هي في الحركه ديال السجود. حركه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول ارحنا بها يا بلال، الصلاه. الوغ الانسان اللي كيتكلم، انا كنقول الناس الا ما وصلوش واحد لو ستاد اللي هو افونسي، واخا عندك لاقط خوص صلي، ما تبقاش تجيب كرسي وتجلس. انا كنشوف انا في المساجد العديد من الناس بالكراسي وكيجلسوا في المسجد، صلي صلي. علاش؟ لان الصلاه هي اللي كتعطيك الضغط على ذاك لو ليكيد سينوفيال ولا ذاك السائل اللي كاين في المفاصل،
وداك الضغط هو اللي كيوصل الحاجيات داك لي نوتريمون اللي كيحتاجهم الغضروف باش بداك البريسيون. لان يعني الغضروف قلت انا خاصو ليغيغاسيون، خاصو الترويه. الترويه ما كتجيش بالدم، كتجي عن طريق هذا لو ليكيد هذا. اذا اول اول حاجه غادي نستافدوا منها اليوم هو ان الغضروف هو خلايا حيه خاص يوصلوها الحاجيات اولا، باش بانك خاصك تاخذ الحاجيات، خاصك تاخذ اكله واكل جيد. النقطه الثانيه هي الحركه. اذا الانسان مفطور على الحركه، شنو وقع؟ الانسان خفض الحركه ديالو، ولا عنده الانسان لا سيدونتاريتي، ما بقاش الانسان كيتحرك، المشكل الاول، ما بقاش كياكل مزيان، المشكل الثاني، الوغ غير في هذه الحركه هذه شوف المشاكل اللي كتكون عندنا، وبالتالي لاكتروز الحل ديالو اذا كان الانسان ما وصلش لواحد الستاد اللي هو الستاد تيرمينال ولا هو واحد الستاد افونسي، تحركوا الله يجازيكم بخير. والمنطقه هي هذيك في حد ذاتها حركوها، علاش؟ لان يعني الغضروف باش يعاود يكون واحد النوع ما الحياه خاصة نوصلوا له العناصر اللي كيحتاج، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كيكون المشكل عادة ماشي في الغضروف. وهذه النقطة اللي ما كنسمعوهاش بزاف. كيكون في العظمة اللي تحت الغضروف، علاش؟ لأن العظمة اللي تحت الغضروف ب ب ب ب ما كتكونش الحركة، لأن حنا كنقولوا الله سبحانه وتعالى تهدر اهتزت وربت الأرض. كذلك الجسم ديالنا الله سبحانه وتعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت بالحركة ديالك بالنشاط البدني ديالك بالصلاة ديالك كدير واحد الحركة اهتزازية ديال العضلة، فكسونا العظام لحمة. ملي كدير الحركة ديال العضلة، هذيك العضلة كتحرك العظم، والعظم كيعاود يشد داك الصلابة ديالو. أنت بالحركة ديالك ما كتحركش، بالتغذية عندك أسيدوز، عندك حموضة، هاد العظمة اللي تحت الغضروف بالحموضة كتبدا تتأكل، وهذا هو اللي كيعطينا تآكل هاد العظمة. اللي كتكون تآكل العظمة كيكون احتكاكات، كيوصل ما يسمى بتآكل الغضروف. وعادة كيكون تآكل العظمة اللي تحت الغضروف. ألوغ أخت باش غننصحها أنا، الناس اللي عندهم لا الوقاية ولا العلاج، جودة الدم، لا كاليتي ديال لو سون ديالنا. شنو كنقصد أنا بجودة الدم؟ لاسيدوز، الله يجازيكم بخير، راه لاسيدوز الحموضة، السكر، الحلويات، المقليات، الحيوان، المادات الحيوانية، المادة الحيوانية كاملة بصفة عامة. أنا كنسمع بعض النصائح، لا عندك غازات حيد خضر وفواكه. أنا كنقول جميع الخضر والفواكه والأغذية كلها غتعطيك غازات. راه ما نمشيوش بهاد الأشياء بهاد البساطة هادي، عندك غازات حيد الخيار وحيد البصلة وحيد الطماطم وحيد البطاطس، هادي أشياء ترقيعية. إلا بغيتي تحيد الغازات، راه أي حاجة كدير لك غازات. كاين حالات اللي كيجيو عندنا الآن كيقول لك أنا كنشرب الماء كيدير لي غازات، سي نورمال. علاش؟ لأن الجسم ديالك ينتج ثاني أكسيد الكربون. اللي خديتي؟ خديتي النعناع ولا خديتي اللوبيا ولا الحمص ولا اللي كان، شنو المشكل؟ هو كنعدلوا الجانب البكتيري في الجسم ديالنا. اول حاجه هي الخميره البلديه. الناس اللي عندهم غازات يديروا الخميره البلديه، لان كيخمروا بغير الخميره البلديه. غير الخميره البلديه فيها الساكاروميسيس سيرفيسي. الساكاروميسيس سيرفيسي كتعزز لنا الكونديدا البيكون. الكونديدا البيكون اللي خديتيه، كون متاكد اللي خديتيه، غتم انتاج سي او 2. وبالتالي الفواكه والخضر هي الوحيده اللي كتعطينا الوسط القاعدي في الدم ديالنا وفي الجسم ديالنا. الوغ المصادر الحيوانيه، الناس اللي عندهم اختروز وباقي كياخذوا المصادر الحيوانيه توقعوا ان المشكل غيزيد. الوغ المصادر الحيوانيه ناخذوا شويه البيض، شويه دجاج بلدي، شويه اسماك ما تكونش مقليه، وركزوا على الخضر والفواكه والغذاء الطبيعي من خلق الله. هذا المشكل اكيد ما كيتفاقمش، وكتحسن لنا الجوده ديال الحياه ديالنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لحقتك انا عندي واحد المشكل عند راجلي. عنده هاد التاكل ديال العظمه تحت الغضروف. واخا. وهذا واحد دوزون. والمشكل اللي عنده انه دفع التشات يطيح، ما كيقدرش ينوض كاع من الفراش. نعم. ما عرفتش واش هذا الطب البديل، حتى واحد وليت كنسمع بان الطين الاخضر مزيان، كنديروا ليه في ظهره، كندير ليه الزيوت، داك زيت النعامه، كندير ليه بزاف الحاجات. وزعما التغذيه ديالو كيف عامله فتيحه؟ فتيحه كاين مشكل في التواصل معك، لانه الصوت مره كيتسمع مره ما كيتسمعش، ولكن ان شاء الله نحاولوا نجاوبوا على سؤالك. غادي نمشيو هذه المره الا سمحتي استاذ الحين بعد فتيحه من الرشيديه، ناخذوا فاطمه على الخط معنا من فيقيق. صباح الخير فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي الوالده عندها العمر ديالها واحد تقريبا 83. العمر ديالها 83 سنه. اييه. هي كتشكى بالركابي. نعم. كنتيها للطبيب ديال الاختصاص ديال العظام.
واخا كيدير لها الراديو كيقول لي عندها روماتيزم ولكن هاد الخطره عاوتاني نوضوا ليها حيت راني دابا في كيك حيت كنديها الوجده خرج ليها غير فولكاري. لا ما تعطينيش الاسماء رجاء ديال الادويه ما تعطينيش الاسماء ديال الادويه. عطاني المهم جوج كنينات بعض الخطرات كتكون لاباس ولكن كتكون فيها بزاف ديال الحريق وكتكون غير فاشله. نعم كي دايره الماكله ديالها لاله عافاك؟ الماكله ديالها الخضره جميع الخضر كتاكلها. اها الديسير جميع الديسير كتاكلو الا الليمون كتقول لك حاول. فواكه كتقصدي الفواكه؟ ها؟ كتقصدي الفواكه؟ واه الفواكه الخضره جميع الخضره كتاكلها. والديسير كتاكل جميع الديسير غير الليمون اللي ما كتاكلوش. نعم. واه والخميره كندير دابا الخميره البلديه. شحال دابا باش عاد بديتيها فاطمه؟ يلا مؤخرا. فاش؟ باش بديتي الخميره البلديه كتعجني بها. يلا تقريبا مازال ما كمل شهر. يلا دابا تقريبا شهر. واه وانا اللي يخليك بغيت واحد السؤال عفاك. اييه. غير العمود الفقري ديالي كيوجعني غير في هذا العام بحال دابا غير في شهر ثلاثه ولا في اربعه. اللي كنصلي بعض الخطرات غير في الصباح كنكون شويه ما كنقدرش نوض في الربعه ديال الصباح باش نصلي. وفي الصباح ملي كنوض دابا في الثمانيه ولا السبعه ونص ما كنقدرش نوض. ولكن كيطلع النهار وكيتسرح. اييه. مازال ما شفت حتى شي طبيب. عندك المشكل غير في الصباح، واخا واضحه فاطمه، شكرا لك تواصلتي معنا من فيكيك. اذا غادي نجاوبوا على سؤال فتيحه من رشيدي وفي نفس الوقت على سؤال فاطمه من فيكيك استاذ الحليمي، تفضل. نعم. نعم هو المشكل اللي قالت الاخت هاد بعض هاد حنا كنسميهم انزلاقات فيما يخص هاد الاشياء وكيبقاو نديروا بعض الاشياء. هي بالنسبه للطين اللي هضرات عليه الطين الاخضر. هو الطين بصفه عامه باش الناس يفهموا هاد الطين ولا لاغجيل ولا بصفه عامه. حنا واحد الكائن البشري انا قلما اتحدث على هاد الاشياء هذه ولكن ما فيها باس نوضحوا هاد النقط لان كاين بعض الناس اللي كيبقاو يتفلسفوا في هاد المجال هذا ومجال معروف في قديم الزمن كانوا كيمارسوه الناس. احنا كائن مصنوع من التراب من صلصال كالفخار من حماء مسنون هذو مراحل. الانسان مصنوع من التراب يعيش فوق التراب وسيعود الى التراب. الطين بصفه عامه لاغجيل. لاغجيل اللي كتحطه فوق الجسم ديالك عنده واحد المفعول انا كنهضر على الطين لان شنو هو لاغجيل باش الناس يفهموا الغاسول ولا لاغجيل بصفه عامه ولا هذا الطين ما كنقصدوش التراب اللي عامر بلي بيستيسيد وعامر بالمبيدات لان شنو علاش هاد المواد هذه كتكون فعاله؟ لان كنجيبوها من بلايص اللي هي بركانيه من جبال اللي هي بركانيه اللي مازال ما وصلولناش هاد الفساد البشري ديال هاد البيستيسيد وهاد الاشياء وهاد المبيدات وهاد الاشياء هذه. الغسول لا الاخضر ولا الاسود ولا عنده واحد المفعول جيد. علاش؟ لان انت كتحطه مثلا كتحطه فوق المنطقه ديال الناس في قديم ماشي هادشي ماشي جديد في قديم الزمان في الحروق الناس خصهم يعرفوا اغلب حاجه الناس كانوا كيستعملوها في الحروق هو هذا الغسول. علاش؟ لان عنده واحد المفعول خطير جدا هو انه تقدر تكون عندك مثلا جرحت يدك وهذه المساله انا عندي هذه المساله انا شخصيا يعني عشتها كيكون اليد ديالك مجروح كتحط فوق منها الغسول كتحس بالحريق في واحد الكونغليون تحت الابط ديالك. هذا شنو التفسير ديالو؟ هو ان في الجسم ديالنا عندنا لو ليكيد لانفاتيك او لو سيستيم لانفاتيك الدم الابيض اللي هضرنا عليه. انت ملي كتحطوا هذا الغسول عنده القدره انه يجبد السموم من جميع لي غونغليون لانفاتيك وهذا هو الجميل. الوغ انت ملي كيكون عندك المشكل في الركبه ولا المشكل في هذه ولا مشكلات كدير الغسول غير الناس كنقول لهم عافاكم يتحطوه فوق هذا لان كلشي كيدير حمام ديال الطين. الفيل كيدير حمام ديال الطين، فرس البحر كيدير حمام ديال الطين وماشي اي طين، يعني هو كيمشي كيعزل هذا الطين هذا، يعني هذا حيوانات كتعطينا اشياء اللي هي في قديم الزمان كنا كنشوفوها. عنده هذا المفعول كيتسمى لاستخانجونس، كيجر السموم. الوغ ما فيها باس الانسان اللي عندهم الركبه ديالهم مره يشدوا الغسول يسقيوه مزيان ويديروه فوق الركبه ديالهم كيسولاجي شي شويه كيخرجنا بعد السموم هذا لو ليكيد اللي كاين هذا مفعول عند الغسول بشكل بسيط جدا دون انا هو الطين استعملوه الناس في قديم الزمان ماشي عاد يجي شي واحد يفصلنا بجانب فلسفي فيما يخص هذا المجال هذايا. النقطه الثانيه هي النقطه ديال السؤال ديال الاخت السؤال الثاني. لازم تكون بخير انا اول حاجه هذا مبدا الناس خصهم يعرفوه راه في الراديو حتى شي واحد ما يقدر يدير لكم تشخيص لا في هذا المنبر ولا في جميع المنابر حتى شي واحد ما يقدر شي واحد يدير لكم التشخيص في وفي الهاتف.
الجانب الطبي خليوه عفاكم المختصين في هذا المجال هذه، لان انا عندي مجال تخصص ديالي مجال التغذيه واحترم المجالات الاخرى. الوغ الا كان الاخت عندها الم في العمود الفقري ضروري انها من يسالي البرنامج اللي كتتفاهم على البرنامج ديالنا، غير يسالي البرنامج تمشي عند مختص تمشي عند الطبيب ديالها. علاش؟ لان هذا المجال ما نقدرش انا نقول شنو المشكل. هي قالت في الصباح كيكون من بعد ما كيبقاش المشكل، فعلا الناس اللي عندهم لاكتوز كيكون عندهم الام عند الاستيقاظ، من بعد فاش كتكون شويه الحركه شويه هذه كتقل هذيك الالام هذيك. الوغ ضروري انها تمشي عند الطبيب. الام ديالها اللي كان عندها الام في الركبه ديالها، حنا ما نقدروش لان حنا فوقاش كنشتغلوا، كنشتغلوا حتى كنوصلوا لان هذا الشخص جبنا الدياغنوستيك جبنا التشخيص. الوغ مي كيكون عندك لاكتوز، حنا شنو الدور ديالنا؟ هو اننا كنديروا الوقايه وكنديروا يعني اسباب العلاج باش كنعطيوها باش كنحسنوا داك لاكاليتي داك الجوده ديال الحياه ديال الناس، باش ان الالم كتنقص. وانا كنقول بالتغذيه راه كتنقص الالم، باش نحسموا في هذه النقطه هذه، بالتغذيه كتنقص الالم بواحد الشكل كبير بزاف. الوغ هذا الشيء اللي كيهدد الدور ديالنا حنايا، ما كنحلوش واحد الباب ديال الامل. علاش؟ لان الشفاء عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كنحطوا الناس واحد المسار اللي يمشي يحسنوا. شحال من الناس، شحال من واحد وصل انه ما بقاش عنده الالم فقط بالتغذيه. انا والناس اللي غنوصل لهم انا عفاكم، المصادر الحيوانيه، الاشياء المخلقه، الاشياء اللي صنعها الكائن البشري بعدوا منها. خذوا الاشياء اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، اشياء بسيطه بالحركه ممكن اننا نقولوا لا الوقايه ولا العلاج فيما يخص هذا الاحتكاك الغضروفي وهذه الاشياء. يعني الاخت اللي غنوصيها انها ضروري دير دياغنوستيك وتشوف المشكل اللي عندها في العمود الفقري ديالها. ومن سولنا ما تبقاش معفاكم نهضروا على الجانب ديال الدواء، لان لست مختص في الدواء، انا لست مختص في الغذاء. الوغ الاغذيه مرحبا نهضروا على ما يتعلق بالجانب الغذائي، ومن الجانب ديال الدواء يقتصر على الناس ديال المجال، وحنا عندنا ثقه الحمد لله في الجانب الطبي ديالنا، الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال هذا. نعم. وغادي نبداو باس ام اس من عند هند. فهند كتقول هي عندها مشكل ديال الاحتكاك ديال الغضروف، وفي نفس الوقت كتعاني من الكوليسترول. السؤال ديالها بالضبط على الزيت البلديه، فكتسولك على الزيت البلديه، واش يعني ممكن ندخلوا في نظامنا الغذائي بشكل اكثر لما يكون عندنا مشكل ديال تاكل الغضروف؟ وكتسولك بما انه هي عندها اصلا ارتفاع على مستوى الكوليسترول، واش ما غاديش يكون تاثير؟ نعم، هذا سؤالين مهمين جدا. اولا زيت الزيتون خاصة ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا، كان عندنا تاكل ولا ما كانش عندنا؟ زيت الزيتون من الاغذيه اللي الانسان خاصو ياخذها في التركيبه ديالو، هي عندك هي وزيت ارغان، هي الزيوت الوحيده اللي خاص الكائن البشري ياخذها. وبالمناسبه زيت الزيتون اللي كنهضر عليها انايا، زيت الزيتون اللي ما ماشي في العلبات ديال البلاستيك، وماشي في هذيك المساله ديال ما خاصش يكون التماس مع البلاستيك. وزيت الزيتون الا بغاو الناس، حنا في المغرب عندنا الحمد لله مناطق اللي فيها زيت الزيتون بشكل جيد. عندنا المنطقه ديال ازيلال، عندنا المنطقه ديال بزوع، عندنا المنطقه ديال مولي دري الزهون، عندنا المنطقه ديال الشوس، عندنا المنطقه ديال وزان. ووزان هي هذا العام النواحي ديال وزان خدات الميداليه الذهبيه فيما يخص زيت الزيتون. نعم، في الجوده، بالجوده فعلا. جوده اليكس كافيانج بواحد الجوده عاليه جدا، ودايرينها الناس في الزجاج. هذا الشيء اللي عجبني انا هذه السنه، هو ان زيت الزيتون يجب ان توضع في الزجاج. الا كنت حاط زيت الزيتون في البلاستيك بلا ما تبيعها. يعني زيت الزيتون خاصها تكون في الزجاج باش نحسموا في هذه النقط هذه. وكنقول للناس انا كيفاش غتاخذوا زيت الزيتون؟ سيروا عند الفلاح وخذوا الزيت وطحنوها. الى ما تحتكمش الفرصه الان، نمشيو كنلقاو الفلاح، والفلاح هو اللي عنده زيت الزيتون، وناخذها بشكل مباشر عند الفلاح. المساله ديال زيت الزيتون علاقتها بلاكتوز وهاد المشاكل هذه، الله سبحانه وتعالى وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. الله سبحانه وتعالى ما قالش زيت، لان ما يقال زيت هضر على الاضاءه، يكاد زيتها يضيء. اما مي بغى لنا الله سبحانه وتعالى. نعم، الزيت البلديه قلنا علاقتها بالعظم. الناس خصهم يعرفوا باللي الزيت البلديه ولا زيت الزيتون فيها واحد الماده سميتها الاولوروبيين، هي داك اللي كتعطينا. بالمناسبه زيت الزيتون ماشي هي زيت العود، وهذه قلما الناس كيعرفوا هذا الفرق هذايا. علاش؟ لان زيت العود هو الزيت ديال العظم ديال الزيتون، وزيت الزيتون هو الزيت ديال داك لاشيغ ديالو، ديال داك الزيتونه. أنا غا باش نفرقوا بين المصطلحات. الزيت العادية هي زيت الزيتون وزيت العود، بجوج مخلطة. أما زيت العود هي الزيت ديال العظم ديال الزيتون. ألوغ زيت الزيتون فيها مادة الأولوغوبيين، ومادة الأولوغوبيين هي صديقة العظام. هي صديقة الجسم كامل، ولكن اليوم كنهضروا على العظام ولا قطوز. ألوغ هي الصديقة ديال العظام، هي اللي كتخلي لنا الكالسيوم يتم الامتصاص ديالو.
وبالتالي الناس كيعرفوا ملي كتبغي تدهن يدك بزيت الزيتون الناس خصهم يعرفوا باللي زيت الزيتون هي الوحيده الا دهنتيها فوق لابو ديالك كتوصل حتى العظم حتى العظم راه زيت الزيتون ملي كديرها فوق لابو ديالك كتوصل حتى العظم ملي كنهضر على زيت الزيتون كنهضر على زيت الزيتون اللي هي اكسترا فييرج اللي هي ذات جوده عاليه اللي هي الجوده ديال الزيت الزيتون البكر والله سبحانه وتعالى هضر على الصبغ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكل مادة الأوروبيين هي مادة مضادة للأكسدة هنا مباشرة سأعرج على واحد المسألة مهمة جدا الناس كيبقاو ياخذوا الدجاج محمر لبعض الأخت قبيلة هضرت على الدسير قلت لها الفواكه لأن الدسير شنو هو هو الفواكه زائد ياغورت زائد فلان زائد لا 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 واحد هاد هما كاملين كيتسموا داسر حنا كنقصدوا لي فخوي كنقصدوا الفواكه الوغ انت ملي كتاخذ هذاك الشيء اللي كنسموه حنا مقلي اي حاجه مقليه اي حاجه اللي هي كتكون على شكل كراميل اي حاجه شنو كيوقع لنا وهذه هي الخطوره وعلاقه بالموضوع اليوم مباشره حنا في الجسم ديالنا ملي كتكون مثلا نعطيو مثال بسيط ملي كتقلي بطاطا بطاطا مقليه كتكون فيها واحد اللون ملي كتشد داك الدجاج وكتحمرو كيتكون واحد اللون هادو كيتسماو لي كنسميهم انا لي بي تي جي لي برودوي تيرمينو ديال لا غليكاسيون كيتسماو هادو لي غليكوتوكسين الخطير هو ان هاد لا غليكاسيون الناس كيمشيو مثلا عند الاختصاصي مثلا في امراض الغدد الا كان عندك سكري كيقول لك الطبيب دير ليموغلوبين غليكي علاش الهيموغلوبين غليكي ما خصهاش تفوت 6% علاش هي غليكي الا بغينا نقولوا بحال اللي بقينا نقولوا داك الكريات الحمراء اللي هي محمره بهذا المفهوم ديال الطبخ ديالنا كل ما طلعت كل ما كيكون مشكل لان الهيموغلوبين غليكي كل ما فاتت 6% كل ما كاين مشكل الا عندك 8 عندك 10% عندك مشكل علاش غليكي فيها مشكل لان لا غليكاسيون هي خطيره جدا ما كايناش شي ميثود في الجسم ديالنا انها تخرج هاد لي برودوي اللي كنسميو حنا البي تي جي لي برودوي تيرمينو ديال لا غليكاسيون الوغ هاد لا رياكسيون كتكون اما في الجسم ديالنا اما برا الجسم ديالنا الا كانت برا الجسم ديالنا ملي كتقلي البطاطا ملي كتاخذ شيبس هذاك اللون اللي كيكون محمر هذاك الدجاج اللي كيكون محمر هذاك الجانب اللي كيكون كراميليزي هذا كيتسمى لا رياكسيون دو مايير لا رياكسيون دو مايير ولا تفاعل مايير كيدخل لنا الجسم ديالنا كتراكم لنا هاد المواد هاد لي بي تي جي ولا كيتسموا لي زاجيو كيتراكموا لنا في الجسم كيمشيو كيهاجموا لنا الكارتيلاج بشكل مباشر انت ملي كتاخذ زيت الزيتون كتعطي لي زونتي اوكسيدون وموان بعدا كتنقص شويه من هاد المفعول ديال هاد المواد هادية لان هاد المواد هادية لي زاجيو ولا لي بي تي جي هما سون دي برودوي اللي كنسميو حنا برو انفلاماتوار شنو معنى برو انفلاماتوار انهم قادرين يديروا لك لانفلاماسيون والانفلاماسيون كتمشي عاده للكارتيلاج الوغ الا كنتي كتاخذ دجاج محمر وكتاخذ هاد الاشياء اللي هي كراميليزي وكتاخذ الاشياء المقليه الناس بس اي حاجه كتحرق الا كنتي كتقلي غير الحوت هذاك الطحين اللي كيكون فوق الحوت الا تقلى هذوك لي برودوي دو مايير كيتسموا لي برودوي دو مايير البطاطا مقليه شيبس هذوك لي برودوي دو مايير الدجاج محمر هذوك لي برودوي دو مايير خصك تعرف بلي هاد لي برودوي اللي الناس كيقولوا بلان اللي هما كيكونوا بنينين الا دخلوا لك الجسم ديالك الجسم ما كيقدرش يخرجهم وكيمشيو كيتسموا برو انفلاماتوار وكيمشيو كيضربوا لك الجسم ديالك كامل وخاصه الكارتيلاج الوغ الناس شنو كنقولوا باش نقصوا شي شويه من هاد المواد هذه لان كاين تراكمات عافاكم خذوا لي زونتي اوكسيدون المواد الطبيعيه من هذا زيت الزيتون الوغ زيت الزيتون الاوروبيين من المواد الجميله اللي كتحارب لنا نوعا ما اقول نوعا ما كاين تراكمات باش ما نحسموا في هذه النقطه ولكن كتحارب نوعا ما هاد لي برودوي اللي كنسميو حنا لي بي تي جي او لي زاجيو نعم عبد الحق هذه المره استاذ الحليمي كيسولك الزوجه ديالو حامله وكيسولك تحديدا على المح او ذاك الصفر ديال البيض البلدي فهو قال دابا من البدايه ديال الوحم بقى عنده مشكل على انه ديك البيضه البلديه ما كتقدرش تاكلها كامله يعني البيض ما كتقدرش تاكله كتاخذ فقط غير ذاك الصفر ديال البيض البلدي فكيسولك واش كذلك هذا مزيان بالنسبه للجنين على مستوى العظام فهو قال ربما كنقرا شي معلومه وبغي يتاكد منك نعم جيد هذا السؤال مهم ورب ضرة نافعة
ردوا البال عافاكم الامهات الحوامل، البيض الاخضر، عفوا الاخضر هو مصطلح العربيه، ما احنا المغاربه كنقولوا خضر، بيض خضر، البيض النيء. نعم يعني ما طيبش مزيان او نعم فيه ليستيريا. الا كان ما طيبش مزيان ما طيبش وما طيبش مزيان، لكن بعض الناس كيبغيو البيض البلدي يخليوه شي شويه ما طيبش، مساله خطيره جدا. ملي كنقول البيض النيء كنقصد البيض ما طيبش مزيان، وكنقصد المايونيز. علاش؟ الناس المايونيز كيديروا فيها الناس البيض البيض خضر. فيها واحد العنصر، واحد بكتيريا خطيره سميتها ليستيريا، وكذلك السالمونيلا. علاش؟ لان في السطح ديال، لان الدجاج كيكون كيرعى، ملي كتحط هذيك البيضه على على السطح ديال البيضه تقدر تكون احتمال كبير تكون السالمونيلا. هاد السالمونيلا مي ما كنطيبوش البيض مزيان تقدر تبقى هي اللي هي والليستيريا. والسالمونيلا والليستيريا هي من بكتيريات اللي كتشكل لها خطوره كبيره على المراه الحامل. اذا الا بغات تاخذها طيبها مزيان، وإلا بالنسبه للجنين ديالها اكيد الجنين ديالها قلت انا كياخذ الحاجيات ديالو، البيض فيه كالسيوم نسبه عاليه جدا، ولكن الجميل هو ان النسبه العاليه كاينه في القشره ديالو، مع العلم ان حتى البيض ديالو الصفر ديالو فيه مواد اللي هي منها الكالسيوم، والجميل ان فيها ماده اللوتيين، وماده اللوتيين اللي كاينه في ذاك الصفر ديال هي اللي كتعطي اللون الاصفر. دايوغ هي الماده اللي كاينه في القرعه الحمراء، هي الماده اللي كاينه في البطاطا الحلوه، هي مع الانيلين هي اللي كتعطينا ذاك اللون الاصفر. داكشي علاش المراه في الدوره الشهريه ديالها كتسمى لا فاز ليتايال، راجعه لذاك لو كور جون، ذاك الجسم الاصفر. الوغ هاد ماده الليتايين اللي كتخلينا نشوفوا بشكل مباشر التفاعل ديالها مع الرودوبسين، هي اللي كتخلينا نشوفوا، هي اللي كتخلي الانسان يكون واحد الصوره. الوغ بالنسبه له هو جواب مباشر، غير ما تكونش عافاك البيضه نيئه لان فيها الليستيريا والسالمونيلا ممكن تاثرنا على هذا الجنين هذا، بالعكس تاخذها ما كاينش مشكل بامان. نعم نعم، غير البيض خصو يكون طيب مزيان. غادي نمشيو هاد المره الاس ام اس اخر استاذ الحليمي من عند ساره من طنجه، كتسولك على الناس اللي كيتوفر عندهم ذاك الماء ديال الكوكو والزيت ديال الكوكو، واش فيه كذلك، كتسولك واش فيه مكونات وفيتامينات اللي كتنفعنا بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال تاكل الغضروف او لا لاكتوز. نعم انا لا انصح بهذه الاشياء، انا استسمح انا لست من هواه هذه الاشياء هذه. بالنسبه لي انا الا كنا غنفيدوا، يعني باش نكون صريح، لان انا كنهضر بحال خوتي، هذه الاشياء هذه عافاكم نبعدوا منها. انا شخصيا المساله شخصيه، الا بغيتي الغضروف ديالك يوصلوا الحاجيات ديالو، عليك بالفواكه وما درا لكم في الارض مختلف الوانه. دابا كاين الفول، كاين الجلبانه، كاين البقوله، كاين البسباس، الوغ هادشي كامل هذا فيه اشياء رائعه جدا. بعدو من المصادر الحيوانيه، الا بغيتو تاخذو خذوا دجاج بلدي، مريقه دجاج بلدي مره مره، الحيمه مره مره نديروها واحد شويه مع مثلا اليوم كسكسو، الانسان يديرها مع كسكسو ما كاينش مشكله في واحد مره في الاسبوع. المصادر الحيوانيه نخليو غير البيض البلدي والدجاج البلدي، ناخذوا زيت الزيتون، ناخذوا التمر، الوغ التمر والزبيب والشريحه الله يجازيكم بخير، ركزوا على هذوما، فيهم كالسيوم بيو ديسبونيبل، فيهم مانيزيوم، فيهم كويفر، فيهم النحاس، فيهم الزنك، فيهم ذاك الماده ولا ذاك المواد، ذاك فريق عمل اللي كيحتاج الجسم ديالنا، هذا الشيء اللي كيحتاج الجسم ديالنا، زائد ماء، اشربوا الماء بشكل جيد، الحركه، مشوا في ماء، فقط غير المشي. عفاكم ركزوا غير المشي، لكن بعض الناس كيخرجوا لامبيرميابل وتمارا وهذه بشعره، هذه ماشي الحركه. مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، عفاكم الاغذيه بسيطه، الله بسم الله الرحمن الرحيم، وما درا لكم في الارض مختلف الوانه، وناخذوا خلق الله، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون بل الظالمون في ضلال مبين. كنقول والله العظيم الى الحياه تتحسن الناس اللي عندهم لاكتوز بالتغذيه، فقط غير بالتغذيه، زائد الناس اللي كانوا وصلوا لواحد المرحله متقدمه بالادويه، وكنتمناو ان شاء الله الشفاء العاجل لكل مريض.